السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. السلام عليكم عم مختار، شنو أحوالك؟ لاباس. عم مختار، عندي مشكل. الكهرباء هذه شريتها غير البارح، شيفرولي افيو موديل 2005. المشكل اللي فيها مرة معنا مش ديما تديرها. طب انا باش نخدمها ساعات تخدم بس معنا بالمفتاح وتخطف نغمال، ساعات يلزمها دزة باش تخطف. ما فهمناش المشكل، اديتها هزيتها لواحد ميكانسيان، الميكانسيان قال لي هذه مشكلة ساعات تعملها سميتو الكاتاليزور ولا البومب ديال ليسونس، لكن ما فهمتش. وانا بيسك في المغرب، انا تونسي في المغرب، واش نهزها للدار شيفغولي هما يشوفوها بالكدا ويشوفوا اش فما؟ خاطر في الدياغنوستيك ما خرجت لينا حتى شيء، والا ما عرفش نشوف شو ميكانسيان. كان تعرف ميكانسيان في المغرب باين نزلي، باش نجربه على الله ان شاء الله تخطف. ديجا عملت دو فوا لهنا في اكسيلاتير وكم كوا باش نوصل ليسونس، هي موتير انجيكسيون، نجربه على الله. بسم الله. عرفش نجرب، يا ربي تخدم. دابا خدمات سبحان الله. حصير هي والجو متاعها معنا ساعات تعمل هذيك المشكل الاخر. تراسي لي كما نشوف زوز من الناس يدزوني باش نخدمها. شوف لي حل، الله يبارك فيك، قول شنو المشكل باش نحيي جمله. ما عرفش عم مختار، مش الدخان هذا يبدا عادي خارج في الصباح؟ انا مش ديال شي حاجه مشكل. ما عرفش عم مختار، مش الدخان هذا يبدا عادي خارج في الصباح؟ انا مش ديال شي حاجه مشكل. السلام عليكم عم مختار. قلت لي صور المحرك، هالمحرك كيفاش؟ حبيت نقول لك راه اليوم عملت لها دياغنوستيك عند واحد، قال لي راه الكابتور نتاع الفيلبروكان والكابتور نتاع الاربراكام هما اللي دايرين المشكل هذا. تويك خطفتك تكون بارده تخطف، لكن تمشي بها مده وتوقفها وتحب تخطفها هي وجوها، مره تخطف مره لا. فوالا، الله يسهل عليك. سير. السلام عليكم عم مختار. شوف، سايب. شفت ما بغاش تخدم، واحد سميتو عملنا الدياغنوستيك قال لي لازمك تبدل لي البياسه هذه كابتور، وكاين كابتور تحت هذا نتاع ما عرفش الاربراكام ولا فيلبروكام، وقال لي واحد اخر تحت تاع الاربراكام ولا فيلبروكام، جوج كابتورات هذوك هو المشكل اللي طلع. وقال لي عندك واحد ديكالاج في الكورون لداخل سنه فالته. زيد عاود. صافي. دابا باش نحاولوا ندفعوها وانا تشوفها غادي تخدم. بسم الله، نحاول ندزوها. غير قاعد نوري فيه ماشي. دابا غدير لي واحد فيها صغيره حتى تخدم، اسمح لي. شوف عم مختار دابا باش تخدم. الماء كيخرج مع الشياكمة؟ لا، الماء عادي، ذاك كيصوص خاطر. ايوا صح، عادي. ايوا صح، غير بغيت نوريها ليه وصافي. ايوا سير. اللهم الله يرحم والدينا. اللهم دابا هاي خطفات عم مختار. شفت غير بالدزال، كما ما غير دزال ما تخطفش سينو. وفي الصباح بارده تخدم ديريكت، ولكن انا وقفتها مثلا في بلاصه
وخليتها حتى البردت وبعد نرجع لها تخطف ديريكت. اما تكون سخونه معنا نوقف مثلا باش نشري حاجه من الحماص ولا اي حكايه من بعدها ما عادش تخطف جم. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو السيارة هذه يشرها يعني ما عندوش حتى نهار ولا اثنين يعني، وما عندوش عليها فكرة شنو اللي فيها بالضبط، لقى فيها المشكلة هذه. وممكن قد يكون مولاها قال ولا ما قالوش ما نعرفش بالضبط، مش مستحضر. تو هو عنده مشكلة متاع ديماراج متاع التشغيل، وأحيانا مش ديما، والسيارة يعني وقت ما تحبش تخدم له يدزها، يعني نقولوا احنا يجر يدزها تخدم على طول. فمتاع الدياغنوستيك قال له عندك مشكله في الحساسات نتاع البراكم ومتاع الفيفوكان، ولكن الموتور نحس فيه يخدم انا صافي مش خايب. يعني انا باش هو عنده مشكله الدخان هذاك، اذا كان ما فيش نقص زيت عادي، إذا كان بخار، لأن فما نوعين، أنا مش ظاهر في الفيديو بالضبط يعني بخار ولا دخان، كان بخار ما يهمكش فيه عادي. أحيانا تعملها لها هي برد ولا هي سخونة. قال له الديمونستيك قال له كابتيرات، يعني اللي هما حساسات. أنا مش عطيه توا فكرة قبل كل شيء، هي العملية كيفاش باش يفهم المشكل وقت اللي يوقع له. سهل العملية لأن هو تونسي يفهمني بسرعة ما فيها شيء، وكلهم إن شاء الله الأولاد كلهم يفهموني كي تونسي كي غير التونسي مش مشكلة، إنما غير في النطق يعني أسهل، يكون تفسير أسهل بالنسبة لي أنا وبالنسبة لي هو. هو يعيش في المغرب قد يكون عارف اللغات اللهجات كلها، حتى أنا عارف كيف مش مشكلة. هو أنا شنو نعمل عملية إنقاذ للموقف وقت اللي هي تبدأ واقفة، يعني وقت ما تحبش تخدم لك كيفاش تعمل. تجي لي الكولي هذه اللي هنا، هذه اللي هي كولي تحل الترنيبيس، تحلها وتبعد الدريت هذا، تبعده اللي هو الكورديون هذا، تبعده الدريت هذا مش تجي وتجيب من عندك فشفشه اللي كانت يعني نتاع فليتوكس نتاع ديودورون اللي جي، المهم تكون فشفشه فيها سبراي. وتجي في بالفشفشة مثل كما هذا بالضبط، تعمل كما عامل هنا بالضبط في العملية، فشفش غاديكا شوية وتخدم. إذا كان خدمت من نص ضربة معناتها مش قلت لك راهي في مضخة البنزينة، فمشكلة في البنزينة، مش قلت لك في البومبيسونس ترمبة البنزينة، إذا كان خدمت على طول. وماذا بيك تعودها مرتين وثلاثة، خليك مثلش، خلي كلي هذه مفتوحة ما يهمش، خليها مفتوحة هذه مثلش، أو حتى بلاش لحيها وخبيها عندك وركب كان دريت فقط، وانت عملها لك لحي الديريت وفشش انت وحدك وبرا خدم. كان عملتها لك مرتين ثلاثة وخدمت على طول، معناتها مش قلت لك راهي بومب اسونس ما فيها حتى شيء. اذا كانت نفس الشيء معناتها عندك الكابتيرات، ريت الكابتيرات هم ينجم، مش الكابتيرات نفسهم راهم اللي هم فاسدين، ينجم يكون الكلاج اللي هو الميس بوان مش صحيح. لازمك اول شيء تعمل الكلاج اللي هو الميس بوان تعمله صحيح، تنزل الميكانيسيان يعاود لك الميس بوان صحيح. والميس بوان سهل نتاعهم، راهم كان عندك عدة يعني سهلة، تحط الشمعة الأولى الفوق والأربع كم مست يعني على عنده شلطة من قدام، يعني مش حاجة صعيبة. وشوف الحالة هذه وجرب، إذا كان مشيت معاك ولا بس بالنسبة لتخطيف بالفشفشة هنا معناتها عادي مش مشكلة، يعني هذيك تولي عندك بومبيسونس تبدلها وكويس بومبيسونس. وكان ما نفس الشيء وكل شيء معناتها عندك كلاج ميز بوان، بعد ما تعمل ميز بوان وقتها وتلقاها صحيح، وقتها تبدا تبدل بالكابتير مش بتخسرهمش الاثنين. اول ما تبدا بالكابتير بتاع الفيلبروكان او الاربراكام اللي ارخص واحد فيهم، ابدا به وجرب وشوف. اذا كان وصلت النتيجة وماذا بيك كل شيء صورهن المشكل منين ونعاون الناس به. إن شاء الله تنفعك حاجة كما هيك، والسلام عليكم.